بقول لك ايه يا مناع؟ قول يا همام. تفتكر الخواجه ياخد باله من الحاجات الناقصه؟ اه، وهو يعرف من وين ان في حاجه ناقصه؟ حتى لو عرف انا مش هديله الخنجر بتاعي ولا انا هديهم السيف بتاعي. المقبره دي انا وانت اللي لقيناها، ولازم ناخده حاجه تفكرنا بيها. يعني مش هتقول لابوك حسان؟ لا انا اقول لابوي ولا انت تقول لابوي. وبعدين نزغرها بعد ما الخواجن ياخد الحاجة ويمشي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تجيني نسيدوا أرانب. يلا. بقول لك ايه يا سناري؟ ايوه. أنا شايف إن الخواجة عامل حساب كبير قوي المعلم بن داري وخايف منه. يبقى العقل الزين يقول ايه يا أخوي؟ نصيبك على نصيبي ونحطه على نصيب بن داري ونخليها شروة واحدة. صح، وبالطريقة دي إذا الخواجة حب يظلمنا مش هيقدر يظلم بن داري ونبقى احنا الرابحين. طيب افرض بن داري طمع في حقنا. لا، بن داري ده مننا وعلينا ونقدر نتفاهم معاه. عايزك تروح تقول له ان انا شاري خاطره وححط يدي في يده ويمكن نبقى كده طول العمر. عفارم عليك يا ريس عبادي، عفارم. ايوه كده، خلي حسان يطق شرار. اسمع يا خواجه، خليها شروة واحدة. نصيبي أنا وأخوي عبادي حطه على نصيب الرئيس بن داري، وكلنا خوات وعيلة واحدة ومصلحتنا واحدة ومفيش أي فرق بيننا. براوة عليكم، براوة. أهو ده التفكير الزين. كل الفلوس اللي معايا في الشنطة دي، مفيش فلوس تاني. فتشت العربية زين؟ فتشتها زين، مفيهاش غير شنطة الفلوس دي. أنا أقسم بينكم الأنصبة أنتم الثلاثة. عنك انت يا خواجة، الفلوس اللي في الشنطة دي نصيبي ونصيب المعلم عبادي واخوك سناري. نصيبك انت والمعلم عبادي واخوك سناري؟ وفين نصيب المعلم حسان؟ انا ماليش صالح، الفلوس في الشنطة دي حق نصيبي. نصيبي قدامه اهو، عايز يبيعهولك يبيعهولك وحر. يلا يا دياب. يلا يا عبادي. اتفضل يا كبير. يلا يا سناري. اتفضل يا معلم عبادي. معلم حسان، انا معيش فلوس خالص تاني. وانا ما بيعش بلاش، البضاعة قدامك واديك عينتها، عايزها ادفع ثمنها. انت مش شايف انه خد الفلوس بالقوة؟ قول الحمد لله ان خلصت من شره. لكن المعلم حسان عمره ما كان غدار ولا طماع. جاران، هتنقل البضاعة دي كيف؟ الحاجات الصغيرة هناخدها نلمها كلها واحنا ماشيين، والحاجات التقيلة هيجي رجالة الخواجة يشيعوها. وأنا بضاعتي متقيلة، لما يجوا ياخدوها يدفعوا كد تمنها مرتين. معلم حسان، أنت ذكي جدا، عارف ليه؟ عشان عارف إن بضاعتي غالية مش رخيصة وعارف قيمتها. عايز تعرف ليه؟ الورقات دي قد تمن البضاعة كلها. مية حلوة كتير. دي جنة في قلب الجبل. ودلوقتي هاخدك معايا بيتي، هناك هتشوف بيوت وعيلة كبيرة زي أي بلد في الصعيد. وكلكم بتشربوا من العين دي؟ طبعًا، العين دي هي اللي بنروي منها الزرع، وهي اللي بنشرب منها وعايشين عليها. حاسس إن أنا في وسط مملكة معزولة. أيوه كلامك صح يا خواجة. إحنا هنا محدش داري بينا. بلك أنا بعدت ولدي هناك في سوهاج عشان يتعلم عند قرايبي. لو سمعت كلامي حسان هخلي البلد دي مملكة وأنت هتكون الملك بتاعها. يا بيه، الملك لله. بلك إحنا بناكل في نفسنا زي دود المش ولا حد حاسس. عارف لسه واحد مقتول من شوية. لو قلبك حديد هتبقى ملك الجبل ده كله. أنا قلبي حديد قوي وعيلتي تسد عين الشمس. يبقى تيجي معايا أسوان لمدة أسبوع، هقابلك بشخصية مهمة، هتعلمك حاجات كتير قوي، هتحكم بيها كل الناس اللي في الجبل هنا. يا بيه، إذا كنت بتقول كده علشان يعني تساومنا في السحر، لا، أنا مفتح قوي. نو نو حسان، لو لك أنت كان بن داري قتلني. أنا برد جميل حسان، اسمع كلامي تكسب كتير.
دي بيوت عيلتي ومفيش حد غريب وصلينا. بس ليه البيوت كلها انتوا بنينا فوق منطقه عاليه؟ ساعات المطر في الشتاء بيبقى زي السيل والبيوت الواطيه بتغرق. ده مغاوري يا ده عمي بيرحب بيك. رد التحيه يا ناجي. تؤمر يا كبير. لكن الارض اللي انتوا بتزرعوها مكانها فين؟ 50 فدان بين الجبل على بعد 2 كيلو من هنا. ارض طينه مخلوطه بالرمل. والارض دي بتزرعوها ايه؟ خضار لينه واكل البهايم، وبنعتمد فيها على ميه الابيار والعين. انا مش خبير في الزراعه، لكن انت لو جيت معايا اسوان اعرفك على خبير كبير قوي عنده اسرار خطيره في الزراعه. لو نفذت اللي هيقول لك عليه ويعلمه لك هيشتري منك المحصول بملايين. محاصيل ايه دي اللي تباع بملايين؟ اتفضل يا خواجه اتفضل. شكرا. اتفضل. شوف يا معلم حسان، انا عايزك تفكر في الملايين اللي هتكسبها. الملايين دي اللي هتخلي نجع الجبل جنه، فيها مولدات كهرباء وفيها مواتير هترفع الميه وتوصلها للبيوت والابار. كلامك زين يا خواجه بس يخوف. لو بنداري مكانك دلوقتي ما كانش خاف، ولو انا كنت عايز اديله الفرصه كان هيحكم نجع الجبل ده، لكن انا اخترتك انت. عارف ليه؟ لان انت اذكى منه بكتير. قلت ايه يا معلم حسان؟ دلوقتي يا زرزور. يا مرحب، اعملوا لنا شاي. يا مرحب يا مرحب يا رئيس عبادي. مرحب بيك يا كبير الجبل. بس انت عجبتني النهارده لما حطيت يدك في يدي وكدنا حسان. يا ولد ابويا عبادي طول عمره راجلنا واحنا عمرنا ما قصرنا معاه. اللي حسبته لقيته، واللي انت عملته مع الخواجه حسان ما كانش يقدر يعمله. والنتيجه هي شنطه مليانه فلوس لينا فيها النص. ما تبقاش طماع كده يا عبادي. ليك فيها النص؟ لا. كلام ايه اللي بتقوله ده يا رئيس بنداري؟ الاصول يا سناري، انا خدت الفلوس دي عافيه لعيلتين وبس. اها اديك قلتها، خدت الفلوس لعيلتين وبس. اسمع عبادي، هتاخد التلت وكفايه ان انا وافقت ان عيلتي تتساوي عيلة حسان ولا عيلتك. خبرها يا بنداري، هتستقل بعيلتي ولا ايه؟ اصبر بس يا عبادي، يا ما نعرف دماغ الكبير فيها ايه. نصيبي لازم يبقى اكبر نصيب، وفضكم من حديث العفش ده والا هزعل منك يا عبادي. المحبه اللي بينا تتقلب ايه، وحسان يشمت فيني. خلاص يا رئيس عبادي، اللي عند البندريه ما يروحش، واعتبره عندينا وكلنا اهل وخوال. عفارب عليك يا سناري، هو دي القريب الصح اللي ينصح قريبه صح. على اي حال ما حدش يعرف الشنطه فيها فلوس قد ايه. ماشي، وانا موافق بالتلت، بس امانه عليك تقول قدام اهل النجح ان احنا قسمناها بالنص عشان عيلتي ما يقولوش عليها تهونت في حقهم. كلامه معقول يا اخوي، ويكيد حسان ويعرف كل اهل النجح ان اللي يجي في حمانة عمره ما يتظلم. ماشي يا عبادي ماشي، هنقول قسمناها بالحق وكل واحد عارف حقه. ها في السر، في السر يا عبادي. بس تفتكر يا اخوي حسان هينفذ اتفاقه معاك ويبلغ الحكومة عن الاسرات اللي هياخدها الخواجة؟ تبقى وقعت مطينة بطين لو بلغ ليه. الحكومة هتاخد نصيبه ببلاش وهيضيع على روحه ألوفات هو وأهله وناسه. لو كان عايز يبلغ كان بلغ من الأول، من ساعة ما لقيناه. ما هو كان عايز يعمل كده لولا أنا وقفت قدامه. ليه؟ الحكومة هتاخد نصيبه بلاش، ده غير الرجل اللي هتدب في بلدنا ويكشفوا حرب بيوتنا. حتى لو بلغ محدش هيسأل فيه، هي الحكومة تعرف عدنا لحاجة ولا تعرف قاعدين فين ولا بنعمل إيه يا راجل؟ ده النفر مننا لما بيروح المحافظة عشان يثبت مولود ويطلع له شهادة ميلاد بيدوخ السبع دخان. خلصت القول إن إحنا خدنا حقنا وخلاص، واللي يعرف يجيب حق أهله وناسه يبقى كبير، ومفيش كبير إلا كبير واحد.
اخوي البنداري. اشربوا الشاي، اشربوا اشربوا. كيفك يا خاطر؟ زين. وين الكبير؟ في المضيافة، خوش السكة فاضية. أكل جميل يا ساتر. هلا والشفا يا خواجة. كل كل. لا كفاية. خلاص يا خواجة، البضاعة كلها في أمان. تقدر تشيع رجالتك يشيلوها. يا جعرا نفهم الأول. البضاعة تطلع كيف وتروح فين؟ مش لازم تفهم يا معلم. أنا اشتريت ودفعت فلوس، وبقيت فلوسك هتاخدها في أسوان زي ما اتفقنا. أما ترجع هنا في ناس متخصصة هتعرف تنقل البضاعة لما تاخدها منك. والحاجات الخفيفة مش قلت هتاخدها معك؟ الورق ده بس اللي هاخده معايا، إنما بقيت الآثار ليها ناس متخصصة بيعرفوا ينقلوها ويقدروا كمان يحافظوا عليها من غير مشاكل. خد بالك يا خواجة، البضاعة لسه تحت يدي وفي حماية عيلتي، يعني مش هتطلع من هنا لما رجع لهم صاغ سليم ومعايا كد اللي خده بنداري مرتين واكتر كمان. معلم حسان، اللي عملته معايا انا وجويس وعندي كتير قوي، تسمح لنا بقى نمشي عشان الطريق لسه طويل. وانا هاجي لك اصلا كيف؟ جعران جعران هيجيبك لحد عندي. سلام. سلام يا خواجة، مع الف سلامة. نجي يا كبير، تفضل اواصلك بطريق الامان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. تفضل يا خواجة. زرزور خاطر. ايوه كبير. شيل الوقت ونظف المكان. عيني حاضر. مالك يا حسان؟ كأنك ما اتفقتش معاه. اتفقت. هاخد كد بنداري وعبادي مرتين. اهمنها المره الكدابه عقيله؟ امال ايه الحديث الماسخ اللي قالها في عقيله مرت بندار؟ قالت ايه ابو زين الخصري؟ اول ما جوزها خد الفلوس من الخواجه جعرعر وقال لها عشان تشمت فينا، كان عيلتنا خايبه ومستنيه منهم الفضله. طول عمرها مره ناشفه وغلاويه. همي ليهم ياكلوا فرحهم. مش الشطاره ان ناخد كل اللي مع الشاري، الشطاره إن ناخد قيمة الحاجة اللي نبيعها وبس. ويكون في علمكم الخواجة أضحك عليهم وما قدرش يضحك علي، أروح أسوان وحاضر اللي أنا عايزه وزيادة. ريحة الأرنب زينة قوى مناع، أنا خايف لحسن ديب يشم ريحته ويهجم علينا. الديابة تخاف من النار، ولو جه ديب همسك سيفي وأشقه نصين. هو أنا هديله بالخنجر بتاعي في قلب الديب. بعد يدك عن الأرنب، انت اتخوت. اعمل ايه يا مناع؟ بس انا جوعت قوي. هو خلاص استوى. قوم هات لنا ورقه من اي شجره نفرش على الارض وناكل عليها. يا ابوي عليك، ما انت نص وانا نص وخلاص. ونحرق يدينا ليه؟ ها يا ابوي على جبنك. خلاص انا هقوم اجيب الورقه. هات السيف. وعايز السيف ليه يا جريء اللي ما بتخافش؟ يا غباوتك، عشان اقطع بيه من الشجره. هات. يا سلام لو في شوية ملح كان بقى طعمه حلو قوي. ده يا دوب يكفيني لوحدي ويا ريته يشبعني. سيدي توك ليه يا وقت؟ أرنب صدنانة ومناع من عند العين. يا لهوي الواد سخن مولع محموم. شوفوا كده يا بنداري. اتلاقيه وقت الهوى العين. تعال يا واد تعال. مش قادر يا بوي، بطني بتوجعني. تعال وريني. الواد مسموم. جرصتك حاجة؟ لا يا بوي. حية؟ عقرب. بقول لك ايه، اعملوا له الخلطه وخليه يشربها وكلفته وينام، هيقوم طيب. والسم هيجيله من وين بس يا بنداري؟ يمكن من الخنجر اللي سرقته انا ومناع من وسط الاثرات وقطعت بيه الارنب. وريني هاي وريني.
ايه ليه؟ يسوى شيء وشويات ولا خنجر الملوك يبقى تسمم الخنجر ده من داري. يعني ايه يا عمي؟ هموت من سم الفراعنة؟ لا حبيبي لا، هتموت من الضرب عشان اي نوبة تانية تسرك حاجة ما حدش يشوفك. يلا غور غور. ما تنزل تاكل ويانا يا حسان، صوتك من الفايش اللي هيسد النفس ده. واكل الفايش ده مزاج عندي. انا بقول ما دمت مسافر اسوان ومشوارك طويل وكله خضخضه يبقى لازم تاكل حاجه تقعد ببطنك. لا ده انا مجهزه له واكله حرشه ياكلها طول الطريق. متجهزه له؟ امال مين اللي طبخ طول الليل؟ وهو عيب تطبخ الكبير النجع. لا بس كل حي ياخد حقه. اسمع يا اخوي نصيحه مني عشان ما توجعش قلبي عليك طول غيابك. قول يا وزينة. انت كبيرنا هنا والصغير والكبير يعرف مقامك زين، لكن في البندر وسط الناس ملناش مقام يا اخوي. اقفلي خشمك يا مرة، انا مقامي محفوظ في اي مطرح. مرتك معاها حق يا حسان، اول ما تدلع البندر هتلاقي العساكر هناك مترشقين في كل حتة، ولو مسكوا فيك أول حاجة يسألوك عنها هي البطاقة، وانت عارف احنا لا معانا ورق ولا بطايق عشان يقولوا احنا مين ولا من فين. ما تاخدني معاك يا ابوي، انا معايا بطاقة. صورة حلوة يا كبير، اسمع كلام الواد وخده وياك. اهو على الاقل واحد منكم يبقى معاه بطاقة عند اللزوم تثبت شخصيته. يا ريت يا ابوي، وانا كمان اعرف حياة البندر واعرف امشي في الشوارع وادلك. جري يا ولدي، عايز اتحمى فيك. العفو يا ابوي، انت بتحميني، انت واخدني معاك كيف اعرف قاعدة الرجالة وكيف بيتفقوا؟ فايق عليك اني بتاخده في يدك يا اخوي. اي صوت السلام. خلاص هتيجي معاي عشان كمان توعيني على كلام الخواجات والعبهم وعشان تبقى كبير. ربنا يخليك لي يا ابوي، ربنا يخليك.